عسلامة، واش راكم؟ ان شاء الله ربي صبحتوا بخير. اليوم حبيتكم تشاركوني فطوري اذا حبيتوا بيان سور. درت فطور ساهل ودقيقه نوجدوه والبنه بنين. درت دي زيل دو بولي، درتهم جي سي بيان ماريني في avec des sauces des sauces qu'on achète ou qu'on prépare à la maison، يعني كيما تحبوا نديروهم او فور. دونك ساهل ماهل. ودرت تانيك بطاطا بطاطو فور تانيك فريمون سهله، شويه زيت الزيتون شويه تاع لي زيرب، وقلت لكم نرموها او فور فريمون ما تطلبش لا وقت لا جهد. والبنه تانيك واش نقول لكم، بنينه بنينه. وجا كومباني هادو افيك دي شامبينيون شامبينيون فري هكا سوتي في المقلاة بشويه زبده وشويه تاع توم، يجو واش نقول لكم، يجو هايلين وسهلين. يا ربي اون 10 مينوت يطيبوا ان شاء الله. يا ربي فطوري يعجبكم وبالك تسيوه تسيوه ويعجبكم نتوما كانيت. يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه اللي راكم توجو هكذا معايا. ديروا لي اشتراك في قناتي قناه يوتيوب. يعطيكم الصحه، ميرسي. وكما قول انايا مبقالي غير نبقيكم سلامه ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعه الخير. نجيبو هكذا لي زيل دو بولي، نشلوهم نغسلوهم بيان، نديرو لهم القارص وسينو الخل، الا ما عندكمش القارص الخل، ونخلوهم هكذا يقطرو. ودوكا تيكلي نديرو لهم لا ماريناد، ندير لهم شويه ملح شويه فلفل الكحل. الملح روحو غير بالعقل، باسكو الا درتو لهم هذوك لي صوص اون جينيرال لي صوص هذوك فيهم ملحين. باغ اكزومبل انايا دوكا ندير لهم هكذا شويه صويا صوص، وصويا صوص ملحه. الوغ فلا ماريناد لي صوص ديرو كيما تحبوا فريمون او غو او شوا نتوما. فو شوازيسي، راهم يتباعوا الدنيا هذوك لي صوص اللي حارين اللي ماشي حارين، فريمون او غو. انا نقول لكم واش ندير وانتوما ديروا يعني واش تحبوا. ندير لو انايا باربيكيو صوص. الوغ ندير هكذا شويه، ندير شويه كاتشاب، ندير هذه ال اتش بي صوص اتش بي صوص هكذا سي تو. نخلطهم بيان باش كامل هذوك لي سافور يدخلوا في الدجاج. نخليهم هكذا يتماريناو شويه. لي زيل تاعنا راهم يتماريناو والله الله في غضهم. هنايا اون فا اكومباني هاد لي زيل بالبطاطا. دونك نجيب ان بلا كي فا او فور، وهنايا عندي البطاطا. على البطاطا انايا توجور كي ندير هذه البطاطا او فور نخير البطاطا اللي عندها قشرتها رقيقه، هذيك ميم حنا في الجزائر عندنا تاع الصحراء المرمله اللي تري تري بون. دونك القشره تاعها سورتو البطاطا جديده القشره تاعها رقيقه، دونك نخليها بالقشور. نغسلها مليح نشللها بيان ونخليها بالقشور. قطعوها كيما حبيتو، تحبوا تخلوها هكذا حب اذا كانت صغيره خلوها، سينو اون كاري ولا اون لون ولا فريمون كيما تحبوا. قبل ما نديرها لهنايا واش ندير، ندير شويه زيت في البلا باش البطاطا تاعي ما تلصقش. الوغ نديرها شويه بك زيت الزيتون، وندير البطاطا ديالي في البلا كي فاو فور. الوغ ندير لها الملح، ندير لها الفلفل الكحل، ندير لها شويه زياده مي فريمون شويه، البطاطا تحب الفلفل الكحل. ودوكا ندير لها هكذا اعشاب مشكله، نشيهم هكذا des herbes de Provence bien هكا بيان. ودوكا نزيد لها شويه تاع زيت الزيتون. je mélange هكذا le tout. ودوكا هذا نحطو في ان بلا كانيت لي يفا او فور، ونديرهم في زوج في الفور على جيه ويطيبو ان شاء الله او ميم طون. وهاملك لي زيت دو بولي تاعنا، وهذيك البطاطا راهي بيان بليزير بوزيت الله الله زيت الزيتون. نشعل لو فور نحطهم في لو فور كي يطيبو، نرجع لكم ان شاء الله.
هيا نزيدو نديرو معاهم شويه دي شامبينيون دي شامبينيون سوتي. دونك في مقله نديرو هكذا ان مورسو تاع زبده، نزيدو له شويه تاع الزيت باسكو الزبده الا خليناها وحدها تقدر تحرق، مي فريمون هكا شويه برك كي تذوب هكا الزبده ندير معاها لي شامبينيون. الوغ لي شامبينيون الا كانوا فخي خير وخير، مي بون اذا ما كانوش فخي معليش ندير معاهم هنايا هكا شويه شامبينيون. اوف هنايا ما كاش شويه، راهو شويه بزاف، مي بون تعرفوا لي شامبينيون كي يطيبوا يقلالوا تولي لا كونتيتي تاعهم قليله وانا نحبهم. دونك ندير هكذا، ندير ملح وفلفل كحل، نزيد له هنايا شويه تاع الثوم. هنا درت خمس في 5 غوس في السات واو تاع الثوم، نقلب ونخليهم هكذا. ما نزيدلهمش سورتو با الماء، نعرفوا بلي الشامبينيون هو يطلق الماء فوالا، سورتو اذا كان فخي. ابيتي فو ونخلوه شويه برك يدبال، تدخلوا برك شويه طياب اي سي بون. طيب نديرو له شويه معدنوس من الفوق ماشي هي طيب. سي بون لي شامبينيون تاعي راهم طابو خلاص، نحطهم دون ان بلا وندير لهم المعدنوس. خرجت البطاطا هاي ليك، طابت بيان شوفوا فريمون طابت تخي تخي بيان، شوفوا كيفاش تحمرت لا كولور تاعها شوي باهيله، طابت تخي بيان. هاني استخرجت لي زال دو بولي تاوعي، شوفوا كيفاش يجوا هكاك محمرين بيان، هذيك لاصوص تجيهم الله الله فوالا. وهميت لي بلاط تاوعنا واجدين تاع النهار تاع اليوم، البطاطا هذيك او فور اللي شفنا كيفاش طابت الله الله زبده بلا ما يعني غليناها ولا والو، لي شامبينيون توت سويت طابو. وهميت الاطباق تاع اليوم ان شاء الله.